تربانه. عزوز ايش فيه ايش فيه عصير؟ قول العصير بارد بارد بارد. بيبسي وش غير بيبسي؟ بس بيبسي. يلا عطني واحد. جاك صاحب الأطقم الجميلة يا حاتي يا عيون حاتي. ما في كاسات؟ كاس خلاص. لا تعطيني في صحن. وين عايشين احنا؟ صحن؟ لا تصب حاتم فريدي. مايكك مقفل. لا انا من اليوم قاعد اسولف لحالي هنا، ما عندي من الشيطان طاري. معلمك انا. لا بس يا عزوز صح، انا وين عايش؟ ما في مطعم اليوم، ما في دعوة. زي الصاعقة. اسمع لبيه بالله، وش الكشخة هذه؟ بالله كيف حركات يا ولد؟ لك اليوم صيفي اليوم، يعني من الجوا صيفية كذا. الشيخ وعليكم السلام. بالله كويس ولا صدق ولا لا؟ يكلم هو معليش. حلو. انت اللبس، أنت اللي تعطي اللبس جماليات. وعيونك هي الحلوة يا بعد سمدي. عيوني هي عيونك. وقلبي هو قلبك. الله الله. حتى اليوم رحت يوم هذا خلاص طقبت، أخذت هذه زرقاء. أخذت حاتم زين. يعني أبيض حاتم. أبيض يعني أبيض. أخذت وشو؟ ها؟ إيش تقول أنت؟ ما أقول شيء. يعني أبيض وأزرق كذا وأزرق. فهمت؟ إيه. والله قهرني، تدري ايش قهرني اليوم؟ ايش قهرني؟ ان عبد الله الزهراني حسن العجمي ما يعرفون في الكره شيء، يروحون يشوفون مباراه. والله لا هو كويس طلعتهم، بس انك يا اخي ودي احضر. ودك تحضر؟ والله ودي احضر. هو صدق ودي اطلع يعني. تعال يقول لي المقصد شوفتكم. ايه ولا الجوع؟ ما من جوع. الجوع ما من جوع. لا والله انك فاضي. انا سويت المقصد شوفت. في مسقع؟ في مسقع. عطنا مسقع يا تعشيت. انت خلصت؟ انا تغديت يا اخوي، العشاء في الليل والغدا في النهار، لازم تفرق. يا رجال ترى كله غدا عشت. قلت اكلت؟ اكلت صح، اكلت كلها. قل اكلت. علوم فيصلية. والله علوم زين. كيفك؟ والله تمام. تعال ابو سعد اقلب جاي. ها؟ عطنا بيبسي. يلا عطنا بيبسي. عطنا انا بيبسي ومسقع. مسقع. يلا تقول في ليش يا ابو فيصل سموا مسقع؟ مسقع لانه يصقع في الراس. صقع؟ لا بعد اسمه مسقعه يعني ما لها دخل. ما ادري وش مسقع. مشكله بطاطس وبدنجان. بطاطس وبدنجان يعني المفروض يسمونها ها مبندجه. مبندجه صح. مبندجه ولا مبطسه. مبطسه ايه. ولا دمج البطاطس مع بدنجانك. بدنجان صح. لا اخذ لك كلمتين. باذنجان باذن طاطس. باذن طاطس. باذن طاطس هو يعني يجيب خشمع. باذن طاطس مسقعه ولا مطازيز مرقوق؟ شف مطازيز يمكن لانهم يطززونها. طزها ايه. طيب مرقوق؟ مرقوق يرقونه. يمرقونه مرق صح يمكن مرق. كذا ليش سموا جريش؟ الجريش جريش. لا لانه يجرشون جرش. مجروش هذا واضح. يعني شوف صد الجريش مجروش، المرقوق واضح، المطزيز يطززونه كذا. طيب مصقع يعني انا عندي مشكله مع مصقع، مع انها جبت الراسي. عارف هذه عارف. والقرصان؟ القرصان قرص على قرص انا قرص صح. بس مصقع هذه ما هذه الى الان لم يكتشفون العلماء. المصقعه ولا اندومي؟ اندومي انت يا مسلم. انا اقصد الاندومي نفسها، ما هو بنت. ايه انا ما قلت حاتم الفريدي اندومي. انت اندومي يا فيصل نياف. لا حول. فيصل نياف اندومي. تمرر علينا تمرر علينا. ايه تمررات شعار. بس اسمع صدق والله مسقعه. اليوم طبخت طبخه. ها والله عزيز صب البيبسي. والله طبخت طبخه. عطني يا حبيبي. والله طبخت طبخه اليوم. وش طبختك؟ بس انهزمت. ها؟ بس انا والله اكتشفت اني طباخ. انا طلعت من هنا والله ما اعرف اطبخ. والله ما اعرف اطبخ شيء. تدري ايش سويت اليوم؟
الفريق اللي ضدنا نواف مساعد جاهم اي اعطى خبز ما في خبز سوي سوي حري حري شوي لا حر يعني نار ركب نار شوي سوي حر إيه حري حري هذا مو حرك لا خلي حار شوي عطني عطني أزوز الفريق اللي ضدنا وش عندهم طبخة وش عندهم كباب 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 وبس وأنتم وش كباب وبس حنا عندنا كباب مع الرز مع الفحم مع الفحم إيه ما أدري جيبين نتخيل من نص الطبقات فحم حلو حلو وكلمونا ايش كلمتنا الشيف بس والله ضبطت بس الوقت يا اخي وش بينه نص ساعه ما عندك تطبخ فيه رز نص ساعه صح والله صدق جيت قالت لي اسلق الرز اول شيء اخذ الكباب واقلب ذا حتى قليته بزبده ضبطته بعدين اخذت الرز سلقته ملحته ضبطته الرز يبيله يمكن فوق نص ساعة لا ولا لا وش سلقت الرز 15 دقيقة وانتهى ما أدري أنا مني حطيت قصر على الماء وخليه يشرب أنا ما أدري كيف في خلل بس إني حطيت وآخر شيء وأنا أحط الكباب وأحط لي زي الصينية زي كوب زي كذا أدخله وأخذ الزيت وأحطه وأمسك الفحم وحط الفحم وسكر عليه تعرف لما يجيك سين المندي يسمونه أيوة حلو والله رايق شكرا عزيز خشن خشن طيب توني ماكل والله تعال بس بسوي السالف معك تعال اسمع اسمع طيب ونسيت ايش بقول لك ايش كنت بقول من باز سواد والله ما اعرف اطبخ طلعت عارف فازوا هم صح كيف حالك كويس 100 انا احب انت زياده 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 طب عاد تبدي انت يا بعد تبدي والله انا احب انت زياده اسمع من فاز؟ تعال عزوز. من فاز؟ خليك معنا. من سوي فوز؟ هو تسأل تسألني. من فاز مطبخ؟ والله جت فيها كذا يعني قالوا عشان إن أنتم بالطبخ حوسة يعني من نظافة منظفين. بس ناصر قماش بيشيل الصحن وحرق القدر وضرب القدر وطلع شوي بصل على. قالوا إن النظافة عندكم أعطونا 5 وذلك أعطوهم 15. اوف 5 من 20 5 من 20 عشان النظافه ما انه ننظفي يا اخي ما وتصويت الشباب من راح لمن تصويت الشباب اغلبها راح لنا احنا على الذوق الطعام كله اغلبها راح لنا تمام لا لا حبيبي بس شكرا اغلبك كم 3-2 3-2 يعني كلكم متنافسين طبخاتهم يعني بعد حلوه احنا اللي ما ضبط معنا عشان ارز يعني نص استواء ما هو مستوي مره شكله بالضبط بس والله فقره المطبخ انا عليها ملاحظات كثيره ايش ثغره المطبخ يعني الحين كلام اليوم يقولون ايش يقولون الشيف تتعب وتحجز له موعد وتكلم وما ادري وشو وتجيب الطبخه ويتكلمون صح اخر شيء وشو اليوم الشيف قالت لهم جيب هي قالت لهم جيب احنا كباب الشيف اللي عنده اللي ضدنا قالت لهم جيب طبخه يلا جيك اسوي كذي واجيك قالت جيب ايش قالت لهم في أكلة قد جبوها شفت ما جبوها مشوها بكباب مع أنها فازت تستاهل ها استخي لو أنا ما فازت انظلمت يعني ليه دائم يتكلمون حنا أنتم متسابقين تستهترون بالشيف هذا الشيف ما جب الأغراض الحين الشيف والله أحس بشعوره أنا يعني البنت تقوم جاهزة أغراض مجهز نفسها وتكلم ومتحمسة وتتابع احنا نقدم العلم بعد الله بس يا اخي مو كل شيء تحطونها بظهورنا الاخطاء والله ما يقصرون الصدق والله امس اللي كلمت بندر السليق الطايفي اعطتها الطريقه طريقه السليق الطايفي صح بس ما اعرف يضبط بندر انا كعشيف احيان ما يسعفني الوقت واحيان ما يسعفني شو اسمه الحمد لله المكونات هي موجودة الزيت يكون قليل طيب وأحيانا بعد أنا جاتني مرة شيف بيط صينية شاورما قلت لهم بطاطس مقطع جاهز يوم جيت أنا استلمت بطاطس قدام جديدة يبيني وقت أروح أقشرها نعم ما أقطعها وبعد ما أغسلها ها وأقلي قالوا الوقت معك نص ساعة كيف 40 دقيقة المفروض يكون أغاب جاهز وأطبخ فيها نعم يعني صح اذا زي صينيه الشاورما
المفروض يجيك بطاطس بس مقطع. اي انا يجيك كل شيء مقطع. احط الزيت ولا؟ نعم. انا اتخيل على بال ما اقطع وعلى بال ما احمي الزيت. هذه 10 دقائق. 10 دقائق راح. ثم يجيك نص استواء قالوا انتم والله ما تعرفوا تطبخون. والله صدق مو ظلم. لا صح التقطيع ترى ياخذ وقت. جدا. كل هالبصل ولا البصل. المفروض البصل يكون مقطع جاهز عشان الوقت. اليوم مسكنا البصل وقشرناه وقطعناه وحطيت الزيت. وعقليه هنا وراح احط الارض وعلبه مرب صرص الوقت راح وانا الحين ما بديت الحين امس انا دحام بصل وثوم وفلفل رومي راح الوقت التقطيع راح الوقت كله بالتقطيع نو فوق هذا كله عندي تقطع معك مقدم بمطبخ فانت لازم تسولف إيه؟ وترجع يعني فيها انا وطالب انهم يزودون وقت المطبخ عشان يديني اعطيك ريالتي واعطيك طب والله انا اشوف ان الوقت مناسب مناسب ليه؟ بس سو طبختك وسوي اللي عليك طب البطاطس تدي المسلمين زود الوقت زود الوقت طب البطاطس بطاطس ايش؟ جيب لي مو مقطع كيف زي كيف زين؟ قطع دورت علي يا هو يبي هو يبي يشوف سرعتك البديهيه حطيتني من الطريق وخليتني يلا يا قليل ادب سلمتني خربت يا منياف ضغط مجلف من السياره ها من السياره وانزل صدمت بالجدار قعدت مع المطبخ انا مع المطبخ ومع الوقت انا ضد كلها وبصمه دامي رايح لا والله صدق 40 دقيقه تكفي بس احنا مشكلتنا ندخل المطبخ نبي نسولف ما نبي نطبخ خلاص يعني انت يا نواف يا فيصل انت طول عمر تقول ان المشكله مو الوقت المشكله وين المتسابقين يعني انت تتنمر على اخوياك ما ابي اتنمر على اخوياي ولا المشكله في المتسابقين مشكله من لا تمحور السالفه الا محور جدا مشكله المشكله من ما تدري المشكله من وش المشكله من وش مالك مخراج يا انك تصف معي يا انك تمير على العيال اختار يلا يا ابوي المشكله ان بالعيال المشكله ها مشكلة قلها انطقها ما في العيال ما في العيال العيال ما فيهم مشكلة ها مشكلة من؟ المشكلة في بالمطبخ الفرن ايه بالمطبخ الفرن خلك اركب 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 بالحوض عقاب يعني انا اشوف انهم يغون فقط المطبخ يحطون فقط فيصل صدق على جبت عندي صدق اقتراحي يخلوني انا المقدم ايش قصدك مقدمين هنا ما هم كويسين يعني المقدمين فيهم خير بركة انت بتلغي فقرتهم ايش قصدك يعني ما بكويسه فقرتهم والله فقره حلوه صراحه حلو فقره الطبخ فقره حلوه من البدايه اقنعك بس انت ما اقتنعت لا فقره الطبخ حقك انت تدري انا عندي افكار بس مدفونه بس ما هو مدفونه ما فيه راس مالي انفذها ولا والله كان عندي فكره جباره وش صدق بسالك سؤال هل فيصل نياف فكر بالمشاريع؟ اي والله انا عندي افكار صراحه انا عندي فكره ابلكيشن جبار بس باذن الله انفذها حق تصرح فيها الحين ولا لا ها حق تقولها الحين ما اقدر لازم اسجلها عشان تعتمدها ايه طيب في شيء تصرح عليه يعني مثل كذا ولا حق تقولها خلاص عشان ما حد يسرق فكرتك شوف هي فكره ما هي يعني ما هي مشربكه فكرة واضحة. يعني لو أصرح أقول شيء منها وضحت خلاص. يعني مو مبتكرة. لا مبتكرة. بس واضحة. أنا عندي تفكير من زمان مسوي دراسة جدوى عليه. مطعم شاورما. يعني مطعم بالأكل يعني. يعني فكرة مبتكرة.
كل شقشم فيه غنى من ييت اللعب الثنين عرضوها بالحمايل خطوط فالحمايل.